يضم أصابع اليدين ويتجه بها إلى القبلة، يجعلها حذو الأذنين حذو المنكبين على الأرض. يجافي بين أشياء ثلاثة: الساق والفخذ، والبطن والفخذ، والإبط. هنا يجافي. الأخطاء في السجود، عندنا أخطاء كثيرة في السجود. انكشاف العورة عند من يلبس البنطال وتكون الصلاة باطلة. يفترش ذراعيه على الأرض، يفترش ذراعيه على الأرض، يرفع الرجلين هكذا، يجعل أطراف الأصابع، أو يرفع إحدى رجليه على الأخرى، أو يرفعهما أصلا، لا يضعهما على الأرض، يجعلها مرتفعة هكذا. أي نعم، موجود هذا. طيب اجلس. لا، أو ينضم، ينضم هكذا. يعني هذه الصفة تصح عند الزحام لا إشكال. أو يمتد، ما تستطيع، يمتد حتى ترى كأنه نائم، هذا ليس بالسجود. نعم، خلاص اجلس. ماذا يقول في سجوده؟ سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ويستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يدعو حال سجوده؟ نعم. مواطن الدعاء في الصلاة في موضعين: حال السجود وقبل التسليم. بماذا يدعو؟ الأولى أن يدعو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أدعية جامعة مانعة. والله سبحانه وتعالى أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء، ومنه الدعاء. أي شيء تريد من أمور الدنيا أو الآخرة تجد له أصل. دعاء قليل ويجمع خير كثير. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ليلة القدر ما تقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو. توحيد، تحب العفو، توحيد. فاعفو عني. فاعفو عني في ماذا؟ في بدني، في مالي، في ولدي، في زوجي، في القبر، في الدنيا، في الآخرة. لو تتعب حياتك كاملة والله لن تجد مثل هذا الدعاء. كل شيء تريد من أمور الدنيا والآخرة تجد له أصل لابد. هذا يريد الزواج مثلا، يدعو: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الذي يريد وزيادة: زوجة والولد والمتقين إماما ومن المتقين. طيب الآن عندما يسجد يلبس طاقية أو غترة، هل يظهر الجبهة أو يسجد على المتصل بالمصلي؟ إذا سجد على الطاقية أو على الغترة وكانت تحول بينه وبين الأرض التي يسجد عليها، هذا مكروه، إلا إذا كان هناك يعني ما يمنع من السجود على الأرض بالجبهة، كأن تكون الأرض يعني صخرية أو فيها يعني شدة حرارة أو شدة برودة ثلج، ولم يكن له شيء يضع على الأرض. فالأصل أنه يرفع ويظهر الجبهة حتى يمكن الجبهة من الأرض، ولا يسجد على متصل، يسجد على منفصل، سجادة أو قطعة قماش لا إشكال، لأن هذا منفصل عن المصلي. هل يصح أن يدعو بغير اللغة العربية؟ يعني قال: أنا لا أعرف اللغة العربية، أريد أن أدعو باللغة السويدية، هل يصح أن يدعو بلغته؟ نعم يصح ولا إشكال، لكن بشرط واحد:
ألا يغير الأسماء الحسنى. يعني يقول يا الله، ولا يصح أن يقول مثلا سم الله بقاد. قاد ليس من أسماء الله، هذا إلحاد. نعم، هذا الأخ اسمه جمعة، أين في اللغة العربية اسمه جمعة، وفي اللغة الإنجليزية اسمه جمعة، لا يتغير. ولا يمكن أننا في اللغة الإنجليزية نسميه فرايدي، ما يمكن. الأسماء تحكى كما هي في كل اللغات. فالإلحاد في أسماء الله أن نغير، وهذا اللي تسمع من بعض الناس ويدعي يعني أنه كذا، أو ماي جاد، هذا ما يصح. إله يعني، الله أعلم إيش الإله، صح؟ يعني نعم، ما تدري ما هذا الإله، ما يصح. تقول يا الله يا رحمن، فيصح أن يدعو بلغته بدون أن يغير الأسماء الحسنى. مثاله بالروسي بالسويدي، يقول يا الله اغفر لي، ولا يصح أن يقول الحمد لله. بعد هذا يجلس، أيضا إشكال في حال الجلوس، باطن أصابع الرجل اليمنى على الأرض، ويفترش اليسرى ويجلس عليها، ويضع أطراف الأصابع في نهاية الفخذ عند الالتقاء مع الركبة، وكذلك الثانية يضم متجه بها للقبلة، ينظر موضع السجود على ما ذكرنا، يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا، ويزيد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. هل يصح أن يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات؟ لا يصح، هذا من البدع. قال أريد أن أدعو لوالدي، أدعو لوالديك في السجود. أما هنا هذا توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء رب اغفر لي ما يصح. بعض الناس هدانا الله إياه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر بدعة. قال ما أشكر الله، أشكر الله، لكن هذا الموضع لا يصح فيه أي شيء أن تزيد. قال الزيادة خير، نقول من قال خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأخطاء في حال الجلوس بين السجدتين، يرفع هذه يجعلها هكذا الرجل دون أن يضع أصابع أو إحدى رجليه على الأخرى، أو ينصب الرجلين ويجلس على إليتيه. هذا لا يصح أن يجلس على هذا الصفة، أو أجعله في الخارج. شوف جرب أنك تجلس إن شاء الله، الحمد لله أنك ما تعرف. طيب، ثم بعد هذا يسجد السجدة الثانية، ثم بعد هذا يقوم إلى الركعة الثانية. يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، إلا أن الثانية ليست كالأولى في تكبيرة الإحرام. هل الثانية فيها تكبيرة إحرام؟ لا، لكن فيها تكبيرة انتقال من السجدة الثانية إلى القيام، يكبر. كذلك الثانية ليس فيها دعاء استفتاح، كذلك الثانية ليس فيها استعادة على قول بعض العلماء. فإذا انتهى من السجدة الثانية في الركعة الثانية جلس للتشهد، يشير بإصبعه وينظر إليها، التحيات لله والصلوات والطيبات،
تحريك الأصبع بعض الناس يرفع ويخفض، هذا لا يصح، أو يحلق هكذا يحلق أيضا لا يصح، مفهوم؟ طيب، فإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر، هذا هو التشهد الأخير وهو ركن، يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ويستعيذ بالله من أربع ويدعو بما أحب، والأولى أن يدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن شماله السلام عليكم ورحمة الله. الأخطاء في التسليم أن يحرك يديه في اليمنى يقول هكذا وفي اليسرى يقول هكذا، أو يضرب على فخذيه كما يصنع الرافضة، أو يطأطئ الرأس يصنع هكذا أولا السلام عليكم ورحمة الله، ثم يصنع هكذا ثم السلام عليكم ورحمة الله، نعم، أو ينحرف بمنكبي عن القبلة، يعني يسلم هكذا السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا يصح، والسلام عليكم ورحمة الله. فإذا سلم أتى بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذه الأذكار، أذكار أدبار الصلوات، أذكار الصباح، أذكار المساء، دخول المنزل وغير هذا من الأذكار، نعم تحافظ عليها. إذا كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعصر والظهر والعشاء، يقوم للثالثة ثم يجلس للتشهد الأخير ويتورك، يقبض بيده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعيه ويجعل الرجل اليسرى تحت الساق اليمنى وينصب اليمنى. هذه الصفة من الصفات، عندنا صفات ثلاثة للتورك، نعم جزاك الله خير الحمد لله. يبقى معنا إشكال طويل عريض ويشكل على كثير من الناس، هل ينزل على اليدين أو على الركبتين؟ هل يقبض بعد الرفع من الركوع أو لا يقبض؟ هل يصنع كذا أو لا يصنع كذا؟ فهذه المسألة ماذا نصنع؟ الإنسان إذا كان يستطيع أن يبحث هذه المسألة بحث يعرف فيه مصطلحات العلماء وكيفية الترجيح فهذا لا بد أن يبحث، لكن الذي لا يعرف ولا يعرف الترجيح من الأدلة ماذا يصنع؟ يبحث عن إمام عالم يثق في دينه وعلمه ويأخذ بقوله مؤقتا كالأكل من الميتة حتى يفتح الله عليه ويستطيع أن يبحث، لأنه الآن لو أراد أن يبحث مثلا ينظر في كلام العلماء، هذا نص عام وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا كذا وهذا كذا، هو لا يفهم هذه الأمور، ثم تجده هو في نفسه يتناقض، مرة يصنع هذا ومرة يصنع هذا، وأحيانا يصلي بصلاة الذي بجانبه، إيه نعم ينظر، لأنه قال لي أحد الشباب هدانا الله إياه، قال والله أتعبون الشباب، أنزل على اليدين ينكر علي، أنزل على الركبتين ينكر علي، فأصبحت يقول أرائي في الصلاة، أنظر الذي بجانبي أجعل هو الذي يسجد أول، إذا نزل على اليدين أنزل على اليدين، وإذا نزل على الركبتين ينزل على الركبتين، لكن يقول إشكال، أحيانا يكون واحد بجانبي عن اليدين والثاني على الركبتين، فيقول عندما يعني حصل هذا صنعت شيء وارتحت من الكل، من كل الشباب، ماذا صنعت؟ قال أنا الآن لا أحد ينكر علي، أنزل على الأربع. الذي ينزل على اليدين يظن أنني أنزل على اليدين ولا أنكر عليه، والذي ينزل على ركبتين يظن أنزل على ركبتين، والحمد لله.
هو لو كان ينزل على يدين لكان له سلف، ولو ينزل على ركبتين كان له سلف. وتجد هذا نفسه المتناقض، يعني مرة يصنع كذا ويقول يعني لا، قول فلان هو الراجح وقول فلان هو المرجوح، بعد أسبوع يغير ويرجع للقول الأول، وبعد شهر يغير إلى القول كذا، ويرجع إلى أهله ويكلم يعني مثلا الوالد يقول اسمعي ترى النزول على الركبتين هذا الذي ترجح لدي، اتضحت لدي الأدلة بعد البحث وهو لم يبحث شيء والله ولا يعرف شيء صدقا. ثم يأتي للوالدة بعد أسبوع يقول اسمعي المسألة التي ذكرت مسألة مرجوحة ترجح لدي خلاف هذا، والمجتهد إذا تبين له باجتهاده ما يناقض الاجتهاد الأول فله أن يرجع للاجتهاد الثاني، هذا ما ذكره علماء الأصول. فترجع الأمة إلى هذا، بعد أسبوع يأتيها يقول تغير الاجتهاد، ما يصلح هذا، فماذا يصنع؟ يقول لهذه الأم اسمعي خذي بفتوى إمام عالم في كل المسائل ولا يغير، يعني مثلا يأخذ مثلا بقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في المسائل التي يريد، والمسائل التي يعني لا ترق له يقول هذا نأخذ مذهب الشيخ الألباني، وفي هذا يقول لا أخذ مذهب الإمام أبو حنيفة خاصة في النكاح، وأخذ مذهب كذا في هذا. من تتبع الرخص تزندق، مفهوم؟ نعم. وأنا الإدارة نكمل أو نتوقف؟ ما أعرف أنا الجدول، في الجدول شوف الساعة كم. شوف هذه 6:30. إذن إن شاء الله تعالى أنا أريد الآن الكل يسجد حتى نرى السجود. إيه نعم، انتهت الحصة بس نريد السجود، نرى السجود بسم الله إلى القبلة، ما أحد يسجد إلى غير القبلة. السجد يا أخي اترك التصوير حتى. بسم الله